تأهله إلى دور الستة عشر بعد أن قطع أكثر من نصف المسافة عندما عاد بهدفين دون رد من أرض يونيو دولا الكاميروني. الحاج عيسى ترجم سيطرة أبناء الكحلة منذ الدقيقة الخامسة عشر بهدف صنعه بنفسه، راوغ ثلاثة من لاعبي يونيو لتبدو مهمة الضيوف بعدها شبه مستحيلة. باجو العرب تخلص من المدافع وثبت الحارس بمهارة وأضاع أسهل الفرص أمام المرمى، الأمر الذي دعا المدرب نور الدين زكري لإعطاء تعليماته بعدم الاستهانة بالخصم ولو كانت النتيجة كبيرة. خروج لاعبين بالكرت الأحمر شكل منعرجا لصالح أبناء عين الفوارة لتصبح المباراة وكأنها حصة تدريبية مع وجود الخشونة من طرف لاعبي الكاميرون. الحصة التدريبية بدأها العموري جديات في الدقيقة الأربعين وتخطى الحارس وأسكن الكرة بكل سهولة معلنا ثاني الأهداف. مدرب الوفاق أجرى التبديلات وراح الأساسيين في ظل التفوق بالأداء والنتيجة. في الشوط الثاني واصل أصحاب الأرض تعميق جراح يونيو وبالقاسم يهز الشباك للمرة الثالثة. انتظرنا طويلا حتى جاءت الدقيقة الخامسة والستين لنشاهد للمرة الأولى فرصة وتألق للحارس محمد فراجي. لاعب الوفاق مارس الضغط على حامل الكرة من منطقة الجزاء وفي كل أرجاء الملعب، وديس إسماعيل يستكمل مهرجان الأهداف برأسية جميلة والهدف الرابع. وقبل خمس دقائق من النهاية احتسب الحكم ركلة جزاء تقدم إليها الحارس فراجي وأهدى الهدف الخامس وذهب لتلقي التحية من الحارس فوزي شاوشي. فوز عريض ونتيجة كبيرة، فهل يعود التألق لأبناء المدرب زكري على المستوى المحلي والإفريقي؟